قصتنا النهاردة عن مدام بسمة اللي أخو جوزها الصغير توفى من فترة. بعد وفاته اتفاجئت بأرملته بتحب جوزها، فضلت وراه لحد ما وقعته، ودلوقتي جوزها عايش معاها في قصة حب. مش طايق كلمة عليها. الموضوع بدأ لما بسمة اتجوزت جوزها زمان قوي، كان شخص فقير رضيت بعيشته وقعدت معاه في بيت أهله عشان ما كانش معاه شقة. كان هو في الوقت ده وأخوه الصغير لسه بقى بيشتغلوا صبيان عند التجار في بداية حياتهم. بسمة استحملت، وقفت جنب جوزها، باعت ذهبها لحد ما بقى تاجر كبير، ربت ولاده الثلاثة. مع الوقت أخوه الصغير كمان ظروفه اتحسنت، اتجوز وخلف، بقيت بسمة ومرات أخوه صحاب، زيارات بقى وعزومات، وولادهم كمان علاقتهم ببعض كويسة جدا، لحد ما أخو جوز بسمة توفى. بدأت أرملته تزودها في الهزار، طريقة الكلام، رغم إن ده ما كانش عادي وما كانش عدى على وفاة جوزها سنة. في الأول بسمة كانت بتتضايق وتقول لجوزها لازم توقفها عند حدها، بس جوزها كان بيقولها معلش ولازم نراعيها عشان نكرمها، دي مرات أخويا. مع الوقت بقت مرات أخو جوزها بتضايقها، بتستفزها، بتتريق عليها وهي أصغر منها في السن، لحد ما جوز بسمة جه سكة معاها، دخل معاها في قصة حب. بدأ يدخل الأوضة بيكلمها، بيبعت لها أغاني، هي بتبعت له بقى رسايل ولا كأنه واحد مراهق، نسي إن عنده 70 سنة. لما بسمة حكت لأهله لقيتهم موافقين، طبعا ما هو أولى يعني بمرات أخوه الغريب. حتى لما ابن أرملة أخوه عرف إنه في بين مامته وعمه علاقة ما قدرش يعمل حاجة، ودلوقتي بسمة محتارة، تمشي وتطلب الطلاق وتبقى أرملة أخو جوزها انتصرت خدته منها بعد سنين كفاح وتعبت معاه، ولا تفضل قاعدة متغاظة وتموت بغيظها وتشوف ده كله بعينيها. وعشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة ريهام الهواري، أخصائية علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك، عشان نشوف هنعمل إيه.